انا مش هديك حاجه في المنظومه اللي مش تقولها ما مش تقولها. ثم مخطط اسمه مخطط باريس اللي عملته ليلى ترابلسي عندها مشكلة. مخطط شنو؟ مخطط باريس اسمه. مخطط باريس ايه هذا اكبر مشروع قاعده تعمل فيه ليلى بن علي بمشاركه بلحم ترابلسي وبعض افراد العائله المرتاح والاصدقاء المقربين. هذا يا سيدي مكثريه الاجتماعات تصير في دار بلحم ترابلسي في التقويم في 91 في باريس. بصي راهو المخطط هذايا راهي ليلى ترابلسي في باريس تحكم بحكامها. يعني شفت شفت فما فضاءات ملك الدوله التونسيه تتحكم فيها هي كيف ما تحب. مش نعطيك بعض الاسامي لما قلت لي بعض عدي ولا ما تعديش. انت كان لك لازم تتعدى مثلا تاع المكتوب والا اللي كانت معك وتقول لهم شنو علاقتكم مخطط باريس هذايا وشنو علاقتكم بليلى ترابلسي. وحاجه اخرى كمان الاخر شنو هي الهدف نتاع المخطط هذايا مع الناس برشا وقت بس سامره في الهدف انه تستحوذ على البلاد وترجع تحصل كيف ما تحب وترجع للبلاد وترجع خويتها وترجع العائله بتاعتك وترجع